الدولة، دولة الجمهورية ودولة الثورة 26 سبتمبر ودولة الأحرار، ومؤسسات الدولة مجلس النواب، رئاسة الوزراء، رئاسة الدولة، مجلس الشورى، مؤسسات الدولة التي كانت قائمة وعرفناها منذ 26 سبتمبر وحتى 11 فبراير. هذه مؤسسة دولة، مؤسسة دولة ترعى أبنائها وترعى شعبها وترعى مصالح شعبها وترعى يعني الأسر الفقيرة وترعى كل أبناء اليمن، من تجار ومن طلاب ومن مغتربين ومن شباب ومن مناضلين ومن قيادة صف يعني من قيادة منظمة مجتمع مدني. هذه الدولة، التي عرفناها، الدولة التي غابت منذ 11 فبراير من العام 2011 وحتى اليوم للأسف الشديد، وغابت أكثر وأكثر وأكثر منذ سبتمبر من العام 2014 وحتى اليوم. هذه الدولة فقدناها، هذه الدولة التي كانت ترعى كل شاب في كل مكان وفي كل ساحة وفي كل جامعة وفي كل مدرسة وفي كل وفي كل معهد وفي كل أكاديمية، فقدناها. الدولة هذه التي نحن ننافح عنها اليوم وندافع عنها، هذه الدولة هي التي فقدناها. هذه الدولة التي كانت ترعى الناس وهم في شارع جامعة صنعاء يحاولون تدمير مؤسساتها ويحاولون تدمير حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أجيالهم. شاهدنا ما الذي حصل، بعد 11 فبراير. كنا نقول لهم صادقين، ونقول لهم من القلب إلى القلب، ونقول لهم من العقل إلى العقل، ونقول لهم من الضمير إلى الضمير، ونقول لهم من الانتماء إلى الانتماء، ومن الهوية إلى الهوية، ومن المواطنة إلى المواطنة. كنا نقول لهم يا عالم، يا إخواننا، يا أهلنا، يا ربعنا، يا عشيرتنا، يا أبناء وطننا، وثورة 26 سبتمبر والدولة اليمنية بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح ومؤسسة الدولة، مؤسسة دولة 26 سبتمبر. كنا نقول لهم وننصحهم، نقول لهم رجاء 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 حافظوا على الدولة، حافظوا على التماسك، استمعوا إلى المبادرات، ادركوا بأن هناك مخططات، إرهابية، وأقولها بالصوت المليان، مخططات عنصرية، مخططات إيران وأخواتها، مخططات الإعلام الذي اليوم يخدم ميليشيا الحوثية ويخدم تدمير مؤسسة الدولة وتجويع شعبنا اليمني وتشريده وإهانته وسفك دماء دمه وكرامته في الشوارع وفي الساحات وفي الطرقات وفي كل مكان.